السلام عليكم، يعطيكم العافية طلاب الصف العاشر. إن شاء الله اليوم رح نحكي عن الدرس الثاني من مشكلات بيئية عالمية. المرة الماضية حكينا عن مشكلة الاحتباس الحراري، اليوم بإذن الله رح نحكي عن مشكلة تلوث مياه البحار والمحيطات. بداية لازم نعرف اللي هو شو أهمية الماء في حياتنا. طبعا المي من العناصر الأساسية للحياة في الكرة الأرضية، ما حد فينا بيقدر يعيش بدون ماء. لازم نعرف إنه الماء بتتكون من ذرتين هيدروجين وذرة أكسجين، وهو من أكثر المواد اللي بتتوفر على سطح الأرض وفي الباطن. طبعا الماء بتدخل في تركيب معظم الكائنات الحية، فجسم الإنسان بتألف من 65% ماء، يعني إحنا جسمنا 65% منه ماء. طبعا هو من العناصر اللي الأهم اللي بيحتاجها الإنسان في حياته اليومية، زي الاستخدامات المنزلية الصناعية الزراعية وغيرها. عشان هيك مشكلة تلوث المي مشكلة عالمية، كل الدول بتسعى لإنها تحد منها من كثر فوائد المي اللي إحنا ما بنقدر نعيش بدونها. طبعا بداية رح نحكي عن أهمية البيئة البحرية، اللي هو لماذا تلعب البحار والمحيطات دورا هاما في حياة الإنسان؟ حيكون الجواب لأنها بتغطي أكثر من 70% من سطح الأرض. يعني الأرض، الكرة الأرضية لما بدنا نيجي نحسبها 70% منها مي. هاي أول سبب. ثاني سبب، بتسهم بنصيب واثر في الحفاظ على التوازن المناخي للكرة الأرضية. ثلاثة، إضافة للأهمية الكبيرة بالنسبة للإنسان، فهي مصدر الغذاء والطاقة والثروات المعدنية المختلفة. طبعا أربعة، بتكون مورد للمياه العذبة. خمسة، وسيلة للنقل والمواصلات، سواء نقل اللي هو نقل البحري للأشخاص أو للبضائع. ستة، مجال للترفيه والسياحة. عشان هاي الست أمور كان من الضروري إنه نحافظ على هذا المورد ونحميه من تدخلات الإنسان غير المسؤولة، ولا سيما السواحل. لو بدنا نيجي نعرف البيئة البحرية، بنعرفها انها هي كل المسطحات المائية اللي بتمثل كتلة مائية متصلة ببعضها، سواء كان هذا الاتصال طبيعي ام بشري. يعني في عنا مثلا الاتصال الطبيعي من خلال المضائق، في عندي مثلا مضيق جبل طارق بربط بين البحر الابيض المتوسط وبين المحيط الاطلسي، هذا مضيق طبيعي. عندي قناة السويس من صنع الإنسان بتربط بين البحر الأبيض المتوسط وبين البحر الأحمر. وما تحتوي هذه الكتلة من أوجه الحياة البحرية. هلا بدنا نيجي نعرف شو هو التلوث البحري. لما أحكي تلوث، التلوث أي مادة جديدة بتدخل على الإشي، سواء مي أو هواء أو غيره. لما أجي أحكي تلوث بحري، اللي هو تغير بحدث في طبيعة المياه نتيجة عوامل يا فيزيائية أو كيميائية، يا بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة، فبيأثر سلبا في الكائنات البحرية وبصحة الإنسان. طبعا في فرق بين التلوث الفيزيائي وفي فرق وبين التلوث الكيميائي. التلوث الفيزيائي اللي هو تغير في طبيعة الماء، يعني بتتغير درجة حرارتها، بتزيد نسبة الشوائب والمواد العالقة فيها. أما التلوث الكيميائي اللي هو تغير في تركيب مكونات المياه كزيادة نسبة الملوحة، يعني إذا زادت نسبة الملح في الماء هون بنسميه تغير كيميائي. طب شو أسباب التلوث الفيزيائي والكيميائي؟ عندنا عدة أسباب. عندي تسرب النفط، عندي مياه الصرف الصحي، عندي صرف المصانع، وعندي التلوث النووي. هذول أهم أسباب التلوث البحري. لما بدنا نيجي نحكي عن مصادر التلوث البحري، اول مصدر عندي تسرب البترول اللي بنتج عن انفجار ابار النفط البحريه او غرق ناقلات النفط والسفن العملاقه. ب، مخلفات المدن الساحليه، سواء نفايات صناعيه، مياه صرف صحي، مياه حاره اللي بتنتج عن تبريد الالات في المصانع ومحطات توليد الطاقه. عندي اجراء التجارب النوويه او حتى دفن النفايات النوويه في المحيطات. تلوث الهواء اللي بيسهم في تكون ظاهرة الأمطار الحامضية، زي ما بصير عندي في أوروبا وشمال أمريكا. لو بدنا نيجي نعرف الأمطار الحامضية، بقدر أعرفها اللي هي
تفاعل بخار الماء مع غازات أبرزها ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت. برجعوا بعيد يا عاشر، تعريف الأمطار الحامضية اللي هي تفاعل بخار الماء مع غازات أبرزها ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت. طبعاً إيش بنتج عن هاي التفاعلات؟ بنتج عندي أمطار حامضية. هاي الأمطار بتؤدي للعديد من المشكلات سواء في صحة الإنسان أو في البيئة. هلا بتحدث عندي تلوث في مياه الشرب، تحدث عندي هلاك الأشجار والغابات، موت الأسماك، بيصير عندي تآكل للمنشآت. طبعاً وين بتحدث هاي الظاهرة أكثر إشي؟ في المدن الصناعية الكبرى بشكل أكبر بسبب التوسع في الأنشطة الصناعية زي ما إحنا شايفين هون. فالأمطار الحامضية بتطلع عندي غازات سامة من المصانع، بتلوث عندي الهواء، بصير في عندي ملوثات غازية في الغلاف الجوي. طبعا مصادر طبيعية زي البراكين والهاي بتطلع عندي غازات، فبتحدث تفاعل بين ثاني أكسيد الكربون ثاني أكسيد الكبريت والعديد من الغازات، بصير عندي ملوثات غازية في الغلاف الجوي، بتنزل عندي أمطار حامضية بتؤدي لأضرار في صحة الإنسان وفي البيئة. هلا بدنا نحكي عن الآثار البيئية للتلوث البحري. أهم الآثار البيئية للتلوث البحري عندي أضرار بيئية، منها تلف الشعب المرجانية بتؤدي لتلوث بحري في الثروة السمكية، بتؤدي لضرر في تلف الشعب المرجانية بتؤدي لتلوث بحري في الثروة السمكية، بتؤدي لضرر في صحة الإنسان، بصير في عندي خلل بتوازن الحيوي، بصير في عندي إعاقة بحركة السياحة، وبتصير في عندي برضو هجرة بعض أنواع الطيور. آخر إشي بدي أحكي عن كيف أنا بقدر أحمي أو أقي من التلوث البحري. عندي لازم أفعل قوانين وتشريعات بتحد من التلوث البحار والمحيطات. بدي أبني محطات تنقية المياه وأعالجها من المخلفات والنفايات خاصة في المدن الساحلية. بدي أرسخ الوعي البيئي بأهمية المحافظة على البيئة البحرية بوسائل الإعلام المختلفة. بدي أعمل على تنظيف الشواطئ من الأوساخ. بدي أحد من تلوث الهواء اللي بيسهم في تلوث مياه الأمطار. هيك بنكون أنهينا درسنا. عليكم واجب حل الأسئلة مع ورقة العمل اللي بالفيديو، ويعطيكم ألف عافية يا عاشر.